صباحك سعيد. صباحك أسعد، أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام. إذا أستاذة، اليوم حديثنا عن الرابطة الزوجية، علاقة ندية مشاركة عائلية. بداية خلينا نعرف كل حاجة في هذا العنوان، الرابطة الزوجية، العلاقة الندية والشراكة العائلية. بداية بالعلاقة الزوجية، ما هي يعني؟ العلاقة الزوجية هي في الأصل عبارة عن شراكة لبناء أسرة. نحن كنرجعوا احنا دائما نعاودوا نقولوا للدين تاعنا، الاسلام تاعنا، الاسلام هو شرع الزواج من اجل بناء مجتمع سليم، من اجل حمايه المجتمع من كل الشوائب، من كل الشذوذ، من كل انواع المخالفات الفطريه. لذلك العلاقه الزوجيه هي شراكه لبناء اسره، نواه لمجتمع، هذا هو الاصل. لكن لو كان نعرفوها بمفاهيم اخرى، ولات العلاقه الزوجيه هي مبنيه على امور اخرى تماما، هي عباره عن شراكه ماديه، هي عباره عن شراكه دنيويه، هي عباره عن شراكات من اخر الا بناء الاسره وبناء المجتمع. نعم، ماذا عن العلاقه النديه؟ ما هي العلاقه النديه وكيفاش راح تاثر على هذه العلاقه الزوجيه؟ العلاقه النديه هي انه يكون كل واحد ند للاخر، يعني بدل ما تكون العلاقه حسب الفطره، تكون العلاقه حسب انه الفكره النسويه اللي خرجوها لنا، نسال الله العفو والعافيه، مؤخرا ضد الفطره، اللي خلات العلاقه بين المراه والرجل هي علاقه الند للند، علاقه مساواه تامه، وهذا غير ممكن ابدا، يعني امر مستحيل تماما، لان الله عز وجل خلق لكل واحد امور خاصه به حسب وظيفته في الحياه، كل ميسر لما خلق له. لذلك علاقة الندية هذه دمرت المجتمع، ونشوف فيها بزاف، تلقي النسب العاليه جدا الطلاق في المجتمع بسبب علاقة الندية، انه اصبحت المراه ترى نفسها ند للرجل، القوامة بيدها، يعني القوامة بيدها، الحكم في يدها. عندي حالات، يعني قبل ما نروح الحالات، يعني رجعت المرأة بدل ما تكون مصدر الأمان في البيت، مصدر الحنان والعاطفة، مصدر السرور التي إذا نظر إليها أسرت، رجعت مصدر النكد في البيت، وهذا بسبب سوء المفاهيم، يعني مفاهيم خاطئة. نعم، نروحوا المفاهيم الخاطئة، لكن قبل ذلك موضوع مهم جدا، والأكيد أن المشاهدين ومشاهداتهم حابين يتفاعلوا معنا، رانا نستناو في المكالمات الهاتفية تاعكم، اتصلوا بنا على الرقم 023 75 98 71. إذا ما كانت عندكم مشاكل عائلية راكم تواجهوا فيها مع زوج تاعكم، تشوفوا أنه زوج تاعكم ماهوش يعني مستقر، البيت تاعك للأسف عنده ظروف راهي تأثر عليه، حبيتي تفهمي أكثر ولا حبيت تفهمي أكثر، ما عليك غير تتصل. إذا عندك شهادة حاب تشاركها ولا تشاركيها معنا، ما عليكم غير تتصلوا بنا. اذا انا حبيت نعرف، يعني تحدثتي عن المراه، قلتي اللي هي اللي ولات تشتكي بزاف، تفرض نفسها المجتمع بزاف هكذا، يعني تربيه الاب والام، نعم الاثنين مع بعض، لانه حتى الرجل تخلى عن مسؤوليته. هضرنا على المراه، بصح هضرت لك على الرجل. نعم، لكن واش اللي خلى المراه تلحق لهذه الدرجه وين تحب تخدم، تحب تفرض نفسها، تحب تكون مستقلة ماديا، تحب حتى الأطفال تاعها، زوج تاعها ما يدخلش في تربية تاعها، يدخلش تربية تاعهم. نعم، لأنه المرأة في المجتمع تاعنا كانت عايشة، هي هذا ناتج الفجوة بين الأجيال. دائما نحب نعاود هذا المشكل هذايا، أنه الأجيال اللي فاتت تاع السبعينات والثمانينات وكامل، كانت أجيال مضطهدة للمرأة، كانت المرأة مضطهدة بحكم الخروج من الاستعمار، وكانوا يخافوا على المرأة من المستعمر، انه كان المستعمر على بالنا كاع واش كان يدير في النساء الجزائريات، يعني كان الاغتصاب، الخطف، القتل وما الى ذلك، كانوا يحرصوا على انه المرأة يحموها حماية زائدة، وين يخلوها تمشي كآلة مملوكة للرجل، اي رجل من العائلة، يعني الاب ولا العم ولا الخال ولا الداش، وين كاين نساء يتزوجوا يجي لوسها يضربها، ولا يجي الشيخها يضربها ولا يتحكم فيها. كانت مضطهدة من سلبت حقوقها الشرعية اللي عطاها لها ربي سبحانه، نحاوها لها تماما، وبقات الاثار التبعية لهذاك الاستعمار، وين خلات لنا امهات يربوا بنات يحبوا يكونوا متحررات مستقلات. سلاحك في قرايتك، تجيبك تزوجي بجيبك قبل ما تزوجي براجلك. صحيح. علاش؟ لانه ثاني الرجال ولاو غير تكبر شويه يرميها ويخليها ويحط حرواش فيها بها بولادها ويروح يعاود الزواج وما يهمه حتى حاجه، البعد عن الدين. التخلي عن المسؤوليات، الرجل اصبح يتخلى عن المسؤوليات في التربيه، ولا ما يعرفش حقوقه وواجباته، ولا ما يعرفش انه هو مصدر الرعايه والعطف والشعور بالامن في البيت، لانه هو الرجل.
لذلك نعم. خلى المرأة تتكبد مسؤوليات أكبر منها بكثير وماهيش لم تخلق لها، لذلك من خلاها تحاول تكون ند للرجل. نعم. من جهة أخرى الأكيد أنه الرجل عنده المسؤولية تاعه في هذا أكيد العلاقة، والأكيد أنه حتى الرجال تأثروا بعوامل خارجية. وش هي أهم هذه العوامل الخارجية؟ وأنا أريد الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، أنه الرجال في المجتمعات تاعنا في علاقتهم الزوجية كثيرا ما يقارنوا الزوج تاعهم بصحابهم، بمرت صاحبه، بالعائله تاع صاحبه، بنساب صاحبه. ولو كان مرات تقارن تولي تولي تطلقها وما تسويش، ومشي مرة مش مربية. نعم صحيح. نسأل الله العفو والعافية. هذا هو المشكل، انه الرجل كان مقدس في المجتمع الجزائري، عطاو له قداسة. مازال مقدس استاذة نوعا ما، ولا غير تبهدل بين قوسين صراحة، واحد ما يكذبش تبادل. نعم يلا الله العفو العافية. آمين. دكتور أستاذة، قبل ما نتعرفوا على باش تأثر الرجل أيضا وكيفاش أثر هذا التأثير على علاقته مع الزوجة تاعه، خلينا نستقبلوا مكالمة هاتفية، والأكيد أنه شهادة المتفاعلين مهمة جدا مهمة في هذا الموضوع طبعاً. صباح الخير. ألو صباح الخير. نعم مرحبا بك معنا. لاباس كيراكم وش راكم لاباس؟ لا غير انا غايه، وانتم واش راكم؟ المكالمه من الغرب على ما يبدو. ايه مستغانم مرحبا بكم. لا واختي مستغانم كيراكي استاذه اللي معك. الحمد لله. لا غير الحمد لله الف خير، ونتمناوك بخير ان شاء الله. الحمد لله ربي. راكي دخلتي لي كما قالت في داري على هذا الموضوع، عجبني بزاف. الحمد لله. ايوا بغيت نشارك فيه. نعم عندك سؤال في الموضوع؟ انا اللي بغيت ندخل في الموضوع، اني بغيت نعرف، بغيت نهضر على الراجل ما بين المراه والراجل. تبان لي المراه دروك راهم يقولوا غير المراه المراه المراه، ماشي المراه اللي راهي مبعده روح الراجل، هو اللي راه مبعد روحه بزاف في كل شيء، مسؤوليه تعدي في كل شيء. دوك تكلم على المراه في كل شيء، هي تشري، هي تجيب، هي دراري، هي تدير لي كول، هي حتى في المسؤوليه تاع الماديه. انا وحده من الناس زوج تاعي حتى في المادية راه هو ساكن عليا، يفاكي مثلا نقول له بلي نشرو ديك ولا ديك، يقول لي هو انت كيفاش انت جيبي انت ديري انت عب. حتى في المادية الراجل راه تارك كل شيء للمرأة. نعم يعني تخلال مسؤولياته. عرفت فيها؟ واختي سمعتك. نعم. انت تشوفي انه هذه النقطة بدات راح تأثر على العلاقة الزوجية؟ راي ماشي راي مؤثر، راي مؤثر اكثر. دوك حنا المراه تبان لي ما كاش حقها في الانوثه تاع المراه، دوك تروح راجل في كل شيء، تروح راجل برا داخل، ماهيش غير انا راني قلت هذه الهضره. كنت تثق في اي مراه دروك تبيها تقول لك المراه هي اللي ماشي رافدة دارها. الله غالب هذا المشكل، راهو الراجل هو اللي راه محتمها عليا. دوك انايا مثلا الزوج تاعي راه محتم عليا هذا الشيء. نعم شكرا على هذا التفاعل صباحي. نهدر زكي بلا ما نعرف. نعم شكرا على هذا التفاعل الصباحي، راح نطرق له مباشرة مع الأستاذة. يعطيك الصحة اللي اتصلتي بنا، شكرا. إذا أستاذة كنت تحدثت عليها، قلت أنه من جهة أخرى الرجل تخلى المسؤولية، لأنه المرأة حاولت تفرض نفسها لدرجة أنها استولات ولا تحملت مسؤوليات. مش تحملت مسؤوليات، أي إنسان في هذه الدنيا لحين تعطي له راحة ثقل أكثر من لازم. أكثر من لازم. هو الرجل كيلقى أنت وحدة بيناتنا، يعني أخت فريال، أنت وحدة تلقاي واحد يخدم عليك كلش، تعي تخدمي، تعي راحك، صحيح. يدير لك كلش ويدير كلش، تعيش راحك تعيش راحك. نعم كاين بعض الرجال الحمد لله يخدم برك، يخدم يجيب شهريه يحط على في يدها كلاسيري هكا ما تحبي، كاين اللي حتى الخدمه ولاش يخدم ولاش يخدم. نعم وهذا هو المشكل. القوامه عند الرجل ماهيش غير القوامه، هذيك هو المسؤول على المصاريف، هذه بلا مزيته لانه استحل به، استحل هذه الزوجه هذه بما يصرف بما ينفق عليها، هذا ربي سبحانه ذكرها. لكن تزيد ذلك حتى النفقه ما ينفقش، هذه وخده اكثر. نسال الله العافيه. من جهه واحده اخرى الرجل اذا كان يشوف في نفسه غير يجيب دراهم ولا اله تاع دراهم، راح نجيب روب وانا يخدم في بلاصتي وانتهينا. لا، هو مسؤول على الامان في الاسره، مسؤول على التربيه، مسؤول على نظام الاسره، حتى النظام الداخلي للاسره هو مسؤول عليه. لو كان نشوفوا الصح البيت اللي تلقيه فوضوي، فيه فوضى في الدار، كلش مخروب، كلش ضايع، دري مهملين، كلش مهمل، حتى الخرده وكلش، تلقيه الرجل غير مسؤول، الرجل عديم المسؤوليه.
لأنه إذا كان الرجل غير مسؤول المرأة لا تشعر بنفسها أنها تولي أولويتها حاجة واحدة أخرين. أولويتها تقري دراري، أولويتها تروح تقضي، أولويتها تروح تخدم، أولويتها تدبر دراهم، أولويتها كذا، تنسى الأولويات الأخرين اللي تخلقت على جالهم، وهذا هو المشكل. لذلك احنا دائما نعود نقولوا الفطرة السليمة اللي خلقنا ربي بها. الله عز وجل خلق الرجل هو القيم، القوامة للرجل، هو مسؤول عن المرأة، مسؤول عن الدراري، مسؤول على كل حاجة، هو مسؤول عن نظام في الأسرة، هو رب الأسرة بطبعه الذي فطر عليه، هو الغازي الذي يغزو، المتحكم ومسيطر، الملك. من جهة أخرى المرأة خلقت أنثى، تعطي عاطفة، تعطي حب، تعطي ود، تعطي رحمة في البيت. الاصل تاع المراه خلقها ربي لهذا الشيء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خير النساء، شكون هي في معنى الحديث؟ الولود، الودود، العائود الى زوجها، التي اذا اذت او اوذيت تذهب وتاخذ بيد زوجها وتقول لا يغمض لي جفن او لا يطعم لي، لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني، ان اذت او اوذيت. طيب لا أذاها هو يعني شوفي. وهذا لو كان جو شوفوا العلميا هذا الشيء، هذا الحديث هذا وهذه الصورة هذه اللي عطاها الرسول صلى الله عليه وسلم عندها تفسير علمي، لو كان نعطوا لها التأثيرات العلمية على الإنسان. نعم. على جسم الإنسان قمة في الروعة. يلا خلينا نتحدث عن الشق العلمي يا أستاذة، كيفاش يأثروا الهرمونات النسوية على العلاقة يعني الزوجية والأسرية؟ أكيد. نعم. شوفي احنا على بالنا كتلة من الهرمونات، المرأة والرجل على حد سواء. المرأة عندها الهرمونات تاعها، هرمونات الأنوثة، هرمونات السعادة اللي تكون هي أكثر واحد مفرز لهرمونات في الأسرة بحكم العاطفة اللي عندها، وعبنا بلي هرمونات الأربعة تاع السعادة اللي هما الدوبامين وأندورفين والأكسيتوسين والسيراتونين، هادو يجوا بالجماعة، هضرنا عليهم عدة مرات، يجوا بالجماعة. كي تكون كاينة جماعة عاطفية وتمد نوع من التحفيز في الأسرة وتمد نوع من الحب والود، يتفرز هاد الهرمونات، يولي الإنسان يخمم. يولي كاين واحد الدكتور في أمريكا تكلم على في الجامعة الأمريكية في كاليفورنيا، تكلم على ضبابية الدماغ، ضبابية الدماغ اللي تؤدي إلى الخرف وتؤدي إلى زهايمر وتؤدي، والسبب تاعها الرئيسي هو الاختلال الهرموني. الاختلال الهرموني أكبر سبب الاختلال الهرموني، دوكا اللي يقول لك عاجل موفيز أبيتود أليمونتيغ. موفيز أبيتود أليمونتيغ سي حاجة شغل عندها أثر، لكن أقل أحسب دراسة هذه أقل من الاختلال الهرموني العاطفي لسبب تاعه الأسرة والموحد. أبا عندنا الرجل عنده هرمونات بين الهرمونات الذكوره. نعم. هرمونات الذكوره يتم افرازها عن طريق الانثى اوتوماتيكمون، ونفس الشيء بالنسبه للمراه، رغم انه المراه عندها هرمونات تغطي على هرمونات الانوثه اللي هي هرمونات السعاده الاخرى اللي قادره تعوض شويه هرمونات الانوثه بغابو الرجل. المراه نعم. تقدر تعيش بلا راجل 100 سنه نورمال، لكن الرجل مستحيل يعيش بلا انثى. نعم. هذه هي تقريبا قليل جدا عبر التاريخ اللي عاشوا بلا رجال، عاشوا بلا إناث، لكن المرأة معروف أنه خرجوا لنا علماء بدون رجال، ماتوا عليهم رجالهم ولا سافروا ولا خرجوا، كما مالك بن أنس، كما علماء كبار عبر التاريخ خرجوهم إناث بدون رجال. لذلك هرمون الذكورة عند الرجل يأثر بزاف لو كان ما كاش أنثى اللي تكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الودود، الولود، العائود اللي تعاود تولي له دائما اذا تقلق ولا اذا ما كانش. هذه المراه هذه يتوقف افراز الهرمون، هرمون الذكوره عند الرجل، اذا توقف يعوضه هرمون اللي كاع نعرفوه وكاع نخافوا منه هو هرمون الكورتيزول اللي يدير امراض كثيره في الجسم. سلامتك. اللي يدير امراض كثيره في الجسم، من بينها هشاشه العظام، من بينها نقص المعادن في العظام، من بينها السمنه، من بينها كثره الرغبه في النوم، النعاس الزائد، من بينها كثره النسيان، اضطرابات كثيره عند الرجل بسبب المراه النكديه. كل بساطه فاللي تبعت راجلها يشري وينسى كل يوم حاجه السبب هي ايوه بتقول له نسيت زيد الهرمونات تاعها، يلا راهي تلعب دور زيد عليه الله المستعان. نعم. لذلك لو كان المراه تكون عاطفيه ودوده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولا اذاها ولا تروح تقول له كما ترضاش عليا، ما نقدرش ناكل، ما نقدرش نرقد، لازم ترضى عليا، وكاع بحب بود بعاطفه، حتخليه دائما كي تمد له هذا الشيء هذا، تخلي دائما هرمونات الذكوره عنده يحس بلي هو راجل، بلي عنده قيمه وعنده مقام. صافي ماشي لدرجه العباده،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث أنه لو كنت أمينا أحدا يسجد لأحد لقل أمرت المرأة تسجد لزوجها، لكن الحمد لله ما أمرهاش تسجد لزوجها في هذه الدرجة. لكن كما قلت لك هو جنتك هو نارك. من جهة أخرى فراغ المرأة شهوة وفراغ الرجل علة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المرأة إذا كان عندها فراغ في حياتها، والفراغ هذا واش تقعد دير؟ الفراغ فراغ شغل، قاعدة تروح تخدم ولا تروح كذا، بس عندها فراغ عاطفي، فراغ في كل شيء، تتحول إلى الشهوة. أعلى الشهوات هي الشهوة الجنسية. إذا تحولت إلى الشهوة الجنسية وما كانش إشباع، أن الرجل هذا دائما مشاكل معاه ودائما شنف ودائما يدخل الدار يخبط ولا دائما كاره حياته وما كاش وقع كاير ولا ما كاش، ما كاش هذيك المودة والرحمة، يجي في الليل يحوس وخلاص وسي بون، ما كاش هذيك في النهار العاطفة والود كامل. واش يصالها؟ يوقع لها نوع من السموم هرمونية في الجسم بسبب تدفقات المرأة، التدفق ديالها دائم، لكن تتحول حاجة واحدة أخرى، تحول هذيك الرغبة هذيك الشهوة هذيك تحولها إلى الشهوة في الأكل ولا الشهوة في النوم ولا شهوة من نوع آخر، ولا ارتفاع في هرمون الكورتيزول، تولي نكادية مقلقة ستريسي، تولي كره حقد ألم قلق، ومن بعد واش يصرى لها؟ تولي ثاني عندها اضطرابات في الجسم تاعها، وين صممت القلب ثاني يمرضوا، عندها اضطرابات في القلب، واللي عندها اضطرابات في هش العظام كيف كيف السمنة، واللي عندها اضطرابات مختلفة في الجسم تاعها بسبب تلك اختلال الهرموني هدايا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كيعطينا هذا الحديث وكأنه جمع علميا العلاج الصحي للجسم المرأة والرجل والأسرة على حد سواء. لذلك هنايا المرأة اللي ما يكونش عندها زوج، ما يكونش عندها راجل، تتحول العاطفة تاعها والشهوة تاعها والرغبة تاعها إلى أمور أخرى، العلم، تربية الأبناء، طورهم، تولي تعقبهم في كلش. نفس الشيء يصرى للمرأة دوكا، تسوق أيضا نفس الشيء يصرى في المرأة دوكا، أنها تحمل مسؤولية زيادة، الرجل غائب كل 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 مسؤولياته، واش تحولت؟ تروح تخدم، تروح دير هذه، شهوات مختلفه. لكن نعود نقولوا النقاط اللي طرقناها اليها، كنا تحدثنا عن المراه اللي ربما تحملت مسؤوليات اكبر من المسؤوليات تاعها واكثر من طاقتها وما الى ذلك، يعني تحدثنا كثيرا لم تخلق لها لم تخلق لها. لكن انا حبيت نطرق النقطه اخرى، يعني قلت لنا اذا المراه لم يتم اشباع كل شهواتها راح تميل لاشياء لاشباعها بطرق اخرى، لكن الرجل من جهه اخرى يتهم المراه، يقولها انت التي غير بولادك، عندك غير تربيه، عندك غير شغل، عندك غير طياب، العراس لهنا الكوزينه الحوايج، لكن هملتيني ولهذا هذا الجمود وهذا البروده، وعلى بها انا خليت لك كلش في الدار، اليس كذلك؟ شوفي كاين مقوله يقول يعني واقع، اكيد واقع، نشوفوا فيه دائما عندي في المركز تاعي تاع الارشاد الاسري، يجونا حالات وخده نسال الله العافيه. عندي واحد شو المقوله يقولوها عبر التاريخ على الرجل، يقول لك الرجل طفل كبير والمراه ممثله بارعه. المراه ممثله بارعه والرجل طفل كبير. بغيت نقول لك راهي فطره خلقنا ربي سبحانه هكا في الرجل وفي المراه. الرجل طفل كبير علاش؟ يحب يملك. طفل صغير يحب كلش تاعو، يحب يملك، يحب يغزو، يحب هو يتحك هو كلش سوبر هيرو تاع الغشي كاع. يحب تانيك يجدد كل يوم حاجه جديده، يمل بالخف، حاجه عنده يرميها يرحى جديده، عشاق ملل كما نقولوا بالعامي. يعني صفات الطفل كاين في الرجل وكاع الرجال، فطره كاين اللي يقدر يتحكم في نفسه في شغل واحد نسبه لواحد اخر اقل ولا اكثر، لكن هما كاع كيف كيف. بغينا لك انا والمراه ممثله بارعه خلقت لتكون ام. نعم. راهي ام وكاع، تعيط لها الجاره تتحول بها تلعب وتتبهل مع ولادها، تروح تولي سيريوز مع الجاره. ضربه واحده يعيط لها من ليكول ولا تولي بنادم واحد اخر كاع. تتلون وجهها يتلون حسب الوضعيه اللي فيها، ماشي نفاق منها ولا. نعم. فطره من عند ربي خلقت هكذا لتتقمص الادوار التي خلقت لها. نعم. نقطه اخرى باش ما نساوهاش استاذه، ربما الام كي تشوف العلاقه طيبه بين الزوج تاعها والاطفال راح تفرح، لكن الزوج نشوفوا العكس، يغير لانه طفل كبير يغير، يقولها لا تغير بهم، بدا به بلاصه مش غير في المجتمع ديالنا، في العالم كاع داير. تشوفي دير ريلز في الانترنت لي جابوني ولا في لي زونجلي ولا في كاع في الموند انتي تلقاهم دايرين ريلز على هذه، الراجل يغير من ولاده. نعم. ومعروف هذا الشيء. هذا الرجل اذا حبيت مرتك تكون دائما انتاكت ودائما تشبعك بوشك حب، نعم، عيشها ملكه.
نعم. عاونها كيف ابسط الامور استاذه، كيف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يجي في بيته في خدمه اهله، يجي وينقي ويرقع راه يخدم راه يدير كذا يرقع ثوبه يدير كلش. على الاقل احنا الحمد لله اليوم كامل يعني معظم الجزائريين ما عندناش اميه في الجزائر، كامل مقاريين كامل متمكنين من التكنولوجيا وفاهمين، يقدر على الاقل يقري ولاده أقل شيء ورغم انه واجب ديالو ماشي ديالها. نعم. بين قوسين واجب على طلب، شوفي تطبيق الفرائض في البيت، وطلب العلم فريضه من فرائض الاسلام، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه كما. نعم. حاجه واحد اخرين فرائض، هو فريضه فرض على كل مسلم ماشي فرض كفايه، فرض عين، كل واحد. نعم. لازم يتعلم. لذلك تطبيق هو يحاسب على ولاده اذا ما قراوش عند ربي سبحانه. نعم. ومشي يوفر لهم ميزانيه فقط، لا يحاسب عليهم من عقوق الوالدين. نعم. الابناء انه كاين تعليمهم القران، وحنا تعليمهم القران هذه معناتها حفظ القران، بعثوا الجميع في القران، لا ما كاش منها، هذه تعليمه القران، تعليمه ان يعيش باخلاق القران. الرسول صلى الله عليه وسلم كان القران يمشي على الارض، وان يعيش باخلاق القران، انه يكون متعلم في كل المجالات، لانه القران حثنا على العلوم الدنيويه والعلوم الاخرويه، مش غير العلوم الاخرويه برك. نعم. معناتها هنايا الواجب على الاب انه يعلم اولاده، مش يرميهم المراه. نعم. كلها انت مسؤوليه. نعم. واجبات اخرى ربما استاذه راهم يتبعوا فينا الامهات، على الاقل عندهم باش يفرضوا نفسهم. غرفه التحكم هي تقول انه الاستاذه انحازت للمراه. نروحوا دوكا للراجل عطانا حقوقه. نعم. خلاص. المرأة من واجبها الرجال في غرفة التحكم. نعم. الرجال الرجال في غرفة التحكم راهم قالوا لنا في السماعة انه الأستاذة انحازت للمرأة وراهي مدافعة عشان يساعد المرأة على حساب الرجل. ماشي كل واحد يروح عند مرته ياكلها، لا الإنسان يكون كيس وفاطر، يكون بالعقل ونتعلموا بالعقل. أنا لم أشعر بذلك صراحة. أنا شفت انه الحديث تاعك راه متوازن جدا. الحمد لله. الحمد لله يعني. خلاص. من حقوق الرجل على المرأة أنها تسعده في كل أموره، تطيعه فيما لا يعصي فيه الله عز وجل. نعم. ما انت يقول لها واش يقول لها، انا عندي حاله من بين الحالات اللي اثرت فيا بزاف، انه تجي وحده في عمرها عندها 28 سنه زواج، وقريه ورجلها قاري انجينيور ولابس عليهم وكلش، يعني مستوى عالي في القرايه، ومن بعد يجوا يقول لك 28 سنه زواج وحنا في المشاكل، ما كان حتى علاقه بيناتنا، وكل واحد مشنف على الاخر، وما نهضروش مع بعضنا تقريبا، نادر جدا، ودراري عندهم طفله حاول تنتحر، طفله واحده اخرى هملت من الدار، وطفل ولا راح الامور، نسال الله العفو والعافيه يعني. وخايد. والسبب وشنو هو؟ كي وليت هي المرأة هي اللي اتصلت، المرأة اتصلت تشتكي لي وتحكي لي واش صالي، علاش كي قلت لها، قالت لي الراجل ملي كاديم اللي يدخل ويتشنف من يدخل كذا. نعم. كي وليت حوست على السبب الأصلي وتبعت الحكاية، لقيت أنه السبب كاع هي المشكل فيها. المرأة المشكل فيها، أنه تشوف باحتقار للرجل، لأنها هي سانتيفيك وهو أدبي. إيه الأدبيين راسهم مغلوق، الأدبيين ما يفهموش، الأدبيين يفهموا التربولات. لا مش الادبي بيفهم التربولات ولا ما يفهمش، ولا الرجل رجل والمراه المراه. كوني واش تكوني برا، كوني دكتوره، كوني بروفيسوره، كوني واش تكوني، عند في بيتك انت تحته. كانوا الامهات المؤمنين والصحابيات كانوا يقولوا نحن تحت رجال، انت تحته، العين ما تعلاش الحاج بغينا ولا كرهنا، بما فضل الله بعضه على بعض، فضله الله عليك بامور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير فانهم عندكم العوان. العوان وشنو هي؟ الجواري، الأسرة، أنت أسيرة عنده، أنت جارية عنده، ملكه، هو ملكك بميثاق غليظ من الله عز وجل. لذلك الأصل أنه توظفي وش خلق فيك ربي سبحانه، أنوثة، وش خلق فيك ربي سبحانه، حب وعاطفة. نعم. باش تدخلي الجنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جنتك وهو نارك. العلاقه الشراكه، لكن علاقه الشراكه استاذه خلينا نخلوها للاسبوع المقبل ان شاء الله، وش رايك ونفصلوا فيها اكثر، لانه حقا الموضوع مهم جدا عندنا. نعم. الطلاق اللي صار كاع على جل سوء مفاهيم للاسف. نعم استاذه.